السلام عليكم لي زامي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في لا فيديو اللي فاتت تكلمنا على لا ديمارش ماركتينغ اي شون دابليكاسيون دو ماركتينغ. ديمارش ماركتينغ اي الطريقه اللي كنعتمد عليها باش نسوق واحد البرودوي، اي واحد المنتوج معين. اي شون دابليكاسيون دو ماركتينغ كاين شنو هما المجالات اللي كنقدر نطبق فيهم الماركتينغ، وتعرفنا بانني نقدر نطبق الماركتينغ على واحد المجالات اللي هما متعدده، يعني ماشي مجال واحد وانما بزاف ديال المجالات. مي قبل ما نبدا في لا فيديو كنبغي اولا نرحب بالناس اللي لا دخلوا اشتركوا في القناه. بالنسبه للناس اللي ما اشتركوش في القناه بارطاجيو مع صحابكم باش توصل هاد لا فيديو الاكثر الناس ويستافدوا منها، سورتو بالنسبه للناس اللي كيقراو في لانسيجي ولا فاك نيمبورت كيل فاكولتي، سوا دو ميكانيك سوا دو فيس سوا دو كازا انسي دو سويت. دونك دابا غادي نتكلموا على لو رول دو ليكونومي دو ماركتينغ دون ليكونومي، يعني الهدف ديال التسويق في الاقتصاد. ومن هنا غادي نجبدوا واحد لي دو شيرشور اللي عطاو ليا الهدف ديال التسويق في الاقتصاد. دونك سيلون سي دو شيرشور لوندروفي اي ليفي شنو قالوا لي؟ قالوا لي ان لو رول دو ماركتينغ سي دو كريي دو لا فالور ايكونوميك بور لونتربريز ان كريون دو لا فالور بيرسو بور لي كلي بار لو كليون. دونك شنو قصدنا بها؟ قال لك الهدف الرئيسي ديال التسويق هو انني نخلق واحد القيمه اقتصاديه بالنسبه لديك لونتربريز اللي كدير ليا لا فابريكاسيون ديال داك لو برودوي، وهذاك لو برودوي الي ديستيني او كليون. ولكن كيفاش انا غادي نبدا نخلق ديك لا فالور؟ فين غتمثل لي هاد لا فالور؟ كتمثل لي في دوك اللمسات اللي انا كنحطهم لداك لو بيان او لداك لو سيرفيس او لداك لو برودوي. يعني vous attribuez au bien ou bien vous accordez d'une manière subjective à des biens et des services. Exemple, on peut donner un exemple ديال الباكاجين. مثلا انت كتلعب على الباكاجين باش تقدر تسوق داك المنتوج ديالك، يعني الهدف الرئيسي ديال الماركتينغ هي كيفاش تقدر تسوق داك المنتوج ديالك وتقتنيو من عندك الناس داك المنتوج. بيان سور راه سا ديبون ديال لا كاليتي، يعني القيمه ديال داك المنتوج، واش عنده شي قيمه في السوق ولا ما عندوش شي قيمه في السوق، واش عنده واحد الكاليتي ولا ما عندوش واحد الكاليتي، يعني واش عنده جوده عاليه ولا ما عندوش واحد الجوده عاليه. دونك هادشي كيهتم ليا بلا فالور بيرسو. الوغ لا فالور بيرسو bien sûr on a peut-être le commenté bien fait le test, il correspond à la valeur d'un bien ou d'un service dans l'esprit du consommateur. Je n'ai le prix mais les cas brillants l'esprit du consommateur en considération de ses caractéristiques et des bénéfices qu'il souhaite en retirer. Donc est-ce qu'il est prêt aussi à l'ordre vie et les vies بان الدور ديال الماركتينغ او التسويق ديال المنتجات هو انك تخلق واحد القيمه اقتصاديه. وباش تخلق واحد القيمه اقتصاديه كيخصك تخدم على بزاف ديال لي كاركتيريستيك، كيخصك تخدم بزاف ديال لي كاركتيريستيك اللي تقدر ترجع لك بار لا سويت بواحد لي بينيفيس كو تو بو روتيري بار لا سويت. دونك دو مانيير جينيرال لو رول دو ماركتينغ دون ليكونومي كيتمثل ليا في ثلاثه ديال الحاجات. اول حاجه لورغانيزاسيون دو ليشونج فولونتير اي كونكورونسييل على حساب جون جاك لومبان. ثاني حاجه اللي هي لا ريغولاسيون دو لا دوموند، اللي هي لو ماركتينغ اي ان فاكتور دو ديموكراسي ايكونوميك. دونك تو دابور اون فا كومونسي بار لا بروميير دي شوز اللي هي لورغانيزاسيون دو ليشونج فولونتير اي كونكورونسييل سولون جون جاك لومبان. عندي لورغانيزاسيون ماتيريال دو ليشونج اي لورغانيزاسيون دو لا كومونيكاسيون. سو اول حاجه اللي غنبداو بها هي غنطرقوا لورغانيزاسيون ماتيريال دو ليشونج. قالك il s'agit des flux physiques des biens et des services depuis le lieu de production jusqu'à le lieu de consommation. C'est la responsabilité de la distribution. Mais que s'agit-il? De quoi s'agit-il? ما فهمناش. زيدي فهمينا اكثر. دونك قصدنا بها tout simplement je peux vous donner واحد l'exemple ديال suppose que عندنا جوج ديال les entreprises. Une entreprise qui fabrique واحد le produit يعني من le lieu ديال production، يعني كنبداو من le lieu de production. يعني واحد l'entreprise A كدير ليا la production et l'entreprise B كدير ليا la consommation. Alors شنو غادي ندير؟ غادي ندير la transformation. La transformation ديال داك le produit يعني via واحد les flux physiques يعني à travers matériel de transport par exemple les flux physiques ou بحال مثلا les matériels de transport باش نقدر نحول ديك لا مارشانديز اللي انا عندي فداك لو ليو دو فابريكاسيون اللي في لو ليو دو برودكسيون لواحد لا بيرسون بي اللي غادي تشدها وغادي تبيعها ولا غتكونسوميها اولا مثلا الكليان اللي غادي كونسومي ديك لا مارشانديز فراه ضروري غادي خصني واحد الفلو فيزيك غير خصني واحد الماتيريال باش نقدر نترونسبورتي ندي ديك لا مارشانديز اللي عند داك السيد اللي باغيها. دونك هنايا كيخصني ندير لورغانيزاسيون ديال لونتربريز ديالي من لو ليو دو برودكسيون جوسكا ليو دو كونسوماسيون ا ترافير لا ديستريبيسيون. يعني انا هادي سي لا ريسبونسابيلتي ديال لا ديستريبيسيون، يعني راه المسؤوليه ديال
الشخص اللي غادي يوزع ليا داك البرودوي من لو ليو دو فابريكاسيون ديالو من اللي حنا ينتجناه حتى لعند الكليان اللي غايكونسوميه. ثاني حاجه هي لورغانيزاسيون دو لا كومونيكاسيون، يعني خصني ننظم لا كومونيكاسيون. Il s'agit des flux d'informations qui précèdent, accompagnent et suivent l'échange pour permettre une rencontre efficiente entre l'offre et la demande. Alors, je pense ma bien. Supposons que nous juge déjà les entreprises. Une entreprise qui fait la production des automobiles et une autre entreprise qui est liée à l'achat. Une opération d'achat, c'est-à-dire c'est l'acquisition. Qu'est-ce qu'il y a? Bagatchri, hadouk. طوموبيلات الا هي بغات تشري واحد الطوموبيل واحد لونتربريز وحده اخرى بغات تشري واحد الطوموبيل باش تبيعهم شنو خصها تكونتاكتي؟ غتكونتاكتي لونتربريز ا اللي كدير لا برودكسيون ديال لي طوموبيل. دونك ديك الساعه هذيك لونتربريز اللي باغا تشري الطوموبيلات غتعطيها واحد لي زانفورماسيون على لا كاليتي ديال الطوموبيله اللي خصها، على البري اللي خصها، يعني كتفيكسي معاها البري والكاليتي. يعني كنديرو اون رونكونتر ما بين لوفر اي لا دوموند، ما بين العرض والطلب. شكون اللي كيدير ليا العرض؟ اللي كيدير ليا العرض وهي لونتربريز اللي كدير ليا لا برودكسيون ديال لوطوموبيل، يعني خلقات ليا واحد الحاجه، يعني بغات تبيع ليا واحد الحاجه. ولكن شكون اللي غيشري؟ هي لوتر اونتربريز اللي باغا دير لاكيزيسيون، باغا تشري دوك الطوموبيلات. يعني عندي اون رونكونتر افيسيونت اونتر لوفر اي لا دوموند، يعني عندي واحد المقابله ما بين العرض والطلب. دونك دابا غادي ندوزو لو دوزيام رول du marketing dans l'économie, à la wahoua, la régulation de la demande. Alors, pour Kotler, le marketing a pour rôle principal de réguler le niveau, la répartition de dans le temps et la nature de la demande. Donc, بالنسبة لكوتلير, الهدف الرئيسي ديال الماركتينغ هو انني ننظم الطلب. ولكن كيفاش غادي ننظم الطلب؟ هنا غادي يكون عندي واحد 8 ديال لي زيتا ديال لا دوموند اللي خصني نفرق ما بيناتهم. وعندي كل état de la demande يقابله un rôle. يعني كاين عندي un rôle في كل état ديال demande، عندي واحد لو rôle ديال الماركتينغ، عندي الهدف ديال الماركتينغ بالنسبه اولا بمقارنه مع داك l'état ديال la demande. وهنايا كنتعرفوا حتى على لو نون ديال لا استراتيجي اللي استعملناها باش اننا نقدروا سوا نخليو داك لو بيان عندنا ونزيدو شي حاجات، ولا مثلا نحيدوه نيليمينيوه كاريمون من السوق. دونك اول حاجه اللي غنبداو بها هي لا demande négative. Tout simplement que le consommateur exprime une attitude négative vis-à-vis de la demande en cherchant à transformer cette attitude et on essaie de valoriser avec le produit. On essaie de donner la valeur, de valoriser le climat de le produit et de présenter des arguments en faveur de ce produit. Par exemple, les gens qui sont végétariens, mais les gens qui sont carnivores par exemple. الناس اللي عواشب والناس اللي كيتغداو على اللحوم مثلا. كاينين شي ناس اللي ما كيديروش ما كيتغداوش كاع على اللحوم ولكن كيفضلوا على انهم يتغداو على العواشب، يعني هما عواشب دي فيجيتاريان. دونك حنايا مثلا الا كان واحد الشخص فيجيتاريان فانا بغيت ديك لا دوموند ما تبقاليش من عدم. علاش؟ لانني انا مثلا جزار، ولا انا مثلا باغ اكزومبل جزاره مي بون فوالا، كنبيع مثلا اللحم وداكشي، وجي عندي واحد مثلا وقال لي لا واش ما عندكش مثلا شي مثلا عندكش بغيت عافاك اخويا شي حاجه ديال الخضرة ولا تكون مثلا فيجيتاريان. ولكن قلت له ما عنديش فيجيتاريان، ولكن خدمت عليا حاولت على انني نترانسفورمي ديك لا دوموند ليا نيجاتيف اللي كانت عندي منعدمه. جاو عندي بزاف الاشخاص اللي ما كياكلوش اللحم، شنو غادي نولي ندير؟ غنولي نفكر باغ اكزومبل في الكفته ديال الخضار. باغ اكزومبل الكفته ديال الخضار، يجي يجي شي واحد غادي نقول له ايه مرحبا سيدي كاينه الكفته ديال الخضار. يعني انا درت تحويل من لا دوموند اللي كانت عندي نيجاتيف لواحد لا دوموند بوزيتيف، اللي الناس غادي يوليو يجيو عندي ويبداو ياكلوا الكفته ولكن هي فيجيتاريان ماشي كارنيفور. كاينه الكفته اللي كارنيفور ديال الناس اللي هما كارنيفور، وكاينين لي هيربيفور اللي هما كيتغداو على العواشب. Donc, le rôle du marketing, c'est démystifier la demande. Deuxièmement, c'est l'absence de la demande. Il y a une idée que la demande, mais qu'il y a.
Dans ce cas, le consommateur il n'est pas informé par ce produit. Donc, le rôle principal du marketeur, du consommateur, du produit, c'est de créer de la demande. Donc, le nom de la stratégie qui se met la stimulation. Telle chose liée à la demande latente. Alors, je pense que la demande latente. On a bien tout simplement que dit que la demande il existe déjà, mais il n'y a pas des produits qui permettent de satisfaire bien dit que la demande. Mais qu'il y ait des produits qui peuvent boulier dit que le hajj dit que le consommateur. Donc, on a une autre système. Je n'ai pas le rôle du marketing où on a développé dit que la demande. Il y a une de la stratégie de développement en créant des solutions. Il y a une autre chose les solutions. Une حلول. Et après hajj il y a la demande déclinante. La demande des clients, c'est une demande qui baisse à travers le temps. On va essayer de revitaliser la demande en donnant une nouvelle forme au produit, en ajustant par exemple sur l'emballage, le design, la qualité, ainsi de suite. Donc, le nom de la stratégie, c'est le remarketing. C'est-à-dire que je vais revitaliser la demande. Yani, blast, ma radim ka, metalen. لوح داك البرودوي ولا غنخلي عليه اش غندير له غنبدلو في لومبالاج نعم اسيدي غادي نزيد معاه مثلا شي حاجه نزيد معاه مثلا الا شريتي مثلا واحد الرايبي غتاخد معاه مثلا واحد لاباي يعني غنزيد فيه شي حاجه غادي نرد ديك لا دوموند ريماركتينغ استاجير جو في ريفيتاليزي ديك لا دوموند. Cinquièmement, c'est la demande irrégulière. La demande irrégulière veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de la régularité de la demande. Mais qu'il n'y a pas de l'intérêt de la demande. Et il y a aussi le temps. Nous pouvons voir l'exemple du secteur touristique. Il s'agit de synchroniser la demande. Et là, tout simplement, mettre la lampe soleil. Donc, un an, il y a داك لومبر سولي وما نخليهش غير فقط للصيف وانما نردو مثلا حتى ديال الشتاء تقدر تستعمل داك لومبر بور بيان سو برونزي. عاوتاني بالنسبه لو سيكتور توريستيك ديك السياحه ما نخليهاش غير حتى الوقيته ديال الصيف ولا مثلا نخليها زعما واحد لا بيريود لي بيان ديتيرميني ديال ديك لي 3 mois صافي هذيك هي السياحه لا نخليها تبقى على طول العام. يعني كندير كنكري واحد الحاجات اللي هما جدادين سيتادير غادي ندير واحد لا دومون غندير واحد لا استراتيجي اللي سميتها سينكرو ماركتينغ جو دو ريغولاريزي لا دوموند غير خصني ننظم داك الطلب يولي دائما ما يبقاش ايغولي يعني نردو ريغولي. سادس حاجه اللي هي لا دوموند بلين. لا دوموند بلين قصدنا بها تو سامبلومون هي فاش كتكون اون سيتوياسيون ديكيليبر. Il y a tout simplement une demande satisfaisante qui permet à l'entreprise de réaliser donc les objectifs de rentabilité en termes de pérennité. يعني شحال غتدوم واش غتدوم المدى الطويل ولا المدى البعيد المدى القصير يعني في لو كور تيرم او لا في لون تيرم. ولكن حنا اي انتربريز كنكريوها كنبغيوها انها تدوم لواحد الفتره اللي هي طويله. Donc le rôle du marketing c'est de maintenir la demande ou le nom de la stratégie qui se mêle à l'entretien. C'est bien, حاجة اللي هي la demande excessive. Donc la demande excessive il fait ce qui compte par exemple un excès de demande par rapport à l'offre. يعني l'offre qui est قليله يعني العرض كيكون قليل مقارنه بالطلب. Donc انا شنو كندير الهدف ديال الماركتينغ هو انني نهب mais la demande chez les consommateurs, c'est-à-dire qu'on dit la stratégie de démarketing à travers quoi? À travers مثلاً donc les produits qui كانوا مثلاً يعني عندي واحد la baisse des produits غنطلع لهم في الثمن. الا طلعت لهم في الثمن بيان سور كو الناس ما غاديش يعاودوا يطلبوا لي داك لو برودوي باش ما نتسماش انا كنضحك عليهم وبلي انا ما قادرش على انني نكري بزاف ديال لي برودوي دونك انا غنزيد في الثمن. دونك هنايا لي كونسوماتور ديال الفئه المتوسطه مثلا ما غاديش يبغيو يقتنيو داك المنتوج علاش لانه غيشوفوه ارتفع في الثمن فبيان سور غيمشيو يقلبوا على منتوج واحد اخر وغادي يديروا ليكس ثاني عاوتاني في لا دوموند ديالو. وبيان سور من بعد ملي كيكون ليكس في لا دوموند وبزاف ديال الناس اللي كيدوموندو داك لو برودوي كيولي لو ستوك ايلي ايبويزي دغيا دغيا كيتقاد لو ستوك. هادشي علاش باش ما يتقاداش لو ستوك دغيا دغيا ويكون عندي واحد التوازن كنشد ندير كننقص من لا دوموند كننقص من دوك الناس اللي كيطلبوا داك لو بيان ولا داك لو سيرفيس. ثامن حاجه اللي هي لا دوموند انديزيرابل. لا دوموند انديزيرابل هي لا دوموند اللي عندها واحد لو دونجي يعني دونجي بالنسبه لو كونسوماتور يعني ان ريسك
يعني شنو الا كان شي حاجه شي دوموند عندها واحد لو ريسك بالنسبه للكونسوماتور اللي جاي كونسوميها، فانا الهدف ديال داك لو ماركتينغ هو انني نحيد ديك لا دوموند، je dois détruire de la demande. يعني هاد لو نون ديال لا استراتيجي كيتسمى لونتي ماركتينغ. بحال مثلا لو طابا، لو طابا في الناس بلاص مي كونسومي، شنو خصني ندير؟ خصني نبدا ندير واحد لي كومباني بوبليسيتير ونقول بلي راه هادشي راه مضر بالصحه، ولكن مع ذلك كنشوفوا ان الناس كيقتنيوه مع العلم انه مضر بالصحه. دونك جو دو ديتروير دو لا دوموند، اون ايساي دو ديتروير لا دوموند. بحال ليكزومبل ديال لو طابا. دونك ترويزيامون، لو ماركتينغ ايت ان فاكتور دو ديموكراسي ايكونوميك. يعني هاد الماركتينغ ولا التسويق هو واحد المصدر ديال الديمقراطيه الاقتصاديه. دونك هادشي على حساب لومبان اي موريلوف. دونك دوني لا بارول او كليون. Deuxièmement, orienter les investissements en fonction des besoins. Troisièmement, respecter la diversité des besoins et désirs par la segmentation des marchés. Et enfin, stimuler l'innovation et l'activité, les activités entrepreneuriales. Alors, je pense que c'est de donner la parole aux clients, c'est-à-dire les considérer comme partie prenante dans la conception et l'amélioration des produits ou services. Yani, le client, il est roi, car c'est un ardo en considération. الاراء ديال داك لو كليون او داك لو كونسوماتور، لانه هو ان فان دو كونط هو اللي كيشري ليا داك لو برودوي. دونك انا خصني ناخذ بعين الاعتبار داكشي اللي بغى الكونسوماتور. علاش غنمشي نخربق راسي ونبقى ندير شي حاجات ماشي هما هذوك اللي ما غيبغيهمش الكونسوماتور في الاخر، انا نحصل في لا مارشانديز ديالي. دونك انا خصني نسول الكليان هو شنو باغي، علاش لانه لو كليون الى هو. ثاني حاجة orienter les investissements en fonction des besoins، c'est-à-dire écouter le client. نتسنط للكليان شنو بغا، نحلل مزيان ونحاول انني نتادابط على دوك الاحتياجات ديالو. سو كي بيرمي ا لونتربريز دافيستير، يعني هادشي اللي كيمكن لواحد لونتربريز اولا واحد الشركة على انها تستثمر ليا en fonction هاد لي بيزوان. دونك تالت حاجه هي ريسبكتي لا ديفيرسيتي دي بيزوان اي ديزير بار لا سيغمونطاسيون دي مارشي. يعني خصني نقسم لو مارشي اون سيغمون، خصني نقسم لو مارشي اون غروب هوموجين. علاش؟ لان الناس راه انواع وكل واحد فيهم عنده بيزوان. دونك انا غير خصني نقسم كل واحد على حساب لو بيزوان ديالو. رابع حاجه اللي هي اخيرا ستيمولي لينوفاسيون اي لي زاكتيفيتي انتربرونيال. Comme par exemple la création de nouveaux produits, مثلا développer واحد le téléphone, مثلا دابا غادي تخرج une autre version ديال iPhone اللي هو iPhone 14 ainsi de suite. دونك هنا كنكونوا انتهينا من الماركتينغ اللي هي الفقره الاولى اللي هي لو رول دو ماركتينغ دون ليكونومي. دونك ما بقى ليا نقول لكم الا تهلاو ليا فراسكم وكنشوفكم في الفيديو المقبل. Thank you so much for your watching. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo.